أكيد بدنا نشكر زميلتنا هلا العلي، عفوا، يلي كانت حاضرة لهالأمسية، وتحت عنوان حكاية صمود انطلقت يوم أمس فعاليات مهرجان الإعلام السوري الأول الذي يقيم اتحاد الصحفيين في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق بمشاركة عربية وأجنبية ووسائل الإعلام السوري من القطاعين العام والخاص. تضمنت المهرجان فعاليات المنتدى الإعلامي الثالث للإعلام المقاوم من تجارب وآفاق، إضافة إلى تكريم عدد من الإعلاميين العرب نظرا لمواقفهم الداعمة لسوريا والأعمال الفائزة بجائزة الصحافة السورية. للحديث أكثر عن المهرجان والمشاركين، بيسعدنا أن نستضيف الأستاذ فخري هاشم السيد رجب، وهو صحفي كويتي مشارك في المهرجان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك بسوريا. أهلا صباح الخير. اهلا وسهلا فيك استاذ، وبدنا نبارك لك بجائزه التكريم يوم امس، اللي هي الله كمان من يبارك جوائز فيك. القلائل لتكريم الشخصيات بحد ذاتهم لمواقفهم الداعمه لسوريا. الله يسلمك، الله يبارك فيك، والله نشكر قبولكم لدعوتي في هذا البرنامج. واول شيء اوجه سلامي لجميع الشعب السوري والرحمه للشهداء سوريا، والسلام لقائد الدكتور بشار الأسد. كان هذا التكريم يعني عبارة عن تاج على رأسي، يعني أنا ما أحب أن أقول أنا عملت وسويت، هذا خدمة واجب علينا. إحنا العروبة في دمنا، إحنا منذ تربينا يعني من الصغر الحمد لله، واللي علمنا العروبة أكثر ومكننا في مراكزنا ثبت كلماتنا اللي هي مواقف سوريا تجاه دولتي الكويت. يعني أنا أشكر رحمة الله عليه الرئيس الراحل حافظ الأسد، كان له موقف مشرف منذ احتلال دولة الكويت سنة 1990. نعم. يعني حضرتك عبر السنوات السبعة كان لك وقفات صحفية كثيرة لتبين الحقائق وما يحدث على الأرض. نعم، هذا في سوريا. أنا في صراحة أنا كنت في البداية أكتب مقالات وطنية سياسية هيك، يعني شعوري لوطنيتي، خاصة أني كنت أكتب عن فلسطين المحتلة. يعني أحس أن في جرح في قلبي أنه هناك دولة عربية محتلة ولا أحد يقدر يسوي أي شيء يعني. وزاد الجرح الاكبر ان نشوف ان ام العروبه والقلع الحصين سوريا ان يتامرون يتكالبون عليها الامم هذه اللي بالتاريخ ما صارت هذه المؤامره، يعني اكثر من 80 90 دوله، بس الحمد لله يعني الحقائق قاعد تظهر. انه وهذا طبعا في البدايه يعني كانت بالنسبه للمهرجان امبارح، يعني هذا عرس تاريخي لسوريا، يعني جمع الصحفيين العرب من جميع انحاء الدول، فهم لازم واجبهم الحين يوصلون رساله لدولهم شنو شافوا في سوريا. شنو بالعكس، انا امبارح عم بتفاجئ ناس عم بيقولوا احنا ما كنا نتوقع انه هيك، في خاصه الاخوان المصريين يعني. فنتمنى ان يوصلون رسالتهم، واحنا كواجبنا كصحفيين انا لازم اوصل الحقيقه، انا عايش الحقيقه في سوريا، ما عم بكتب شيء من 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 هيك من فراغ. يعني احنا شفنا منذ بداية الأزمة والأكاذيب عم تطلع والدعايات اللي بالتلفزيون حصل هيك وحصل هيك، خاصة في المواقع الإخبارية المغرضة هذه احنا نعرفها. أنا عندي بالبيت، أنا المواقع هذه بلوك ما عندي أفتح. فاحنا مشكلتنا احنا في كوطن عربي وبالأخص الخليجي، احنا بس مشكلتنا ما نفتح على القنوات السورية. افتح القناة السورية راح تشوف الحقيقة في عينك. أنا عايش الحقيقة، ليش أنا أزور سوريا؟ أنا يعني بداية الأزمة 2011 كنت متواجد هون شهر 4 تقريبا، زرت صديقي، مع صديقي الكاتب غسان يوسف، نوجه له التحية لأنه له دور كبير في أنا إصدار كتابي الأول هذا. فزرنا دركيش، حبيت أثبت للعالم أن هذا الطريق اللي احنا رحنا له ما في أمن وأمان، الحمد لله يعني ما في، بس الحمد لله عم تنكشف الحقائق. يعني الحين يعني مثل بالعامية يقول خرس وخلاص يعني. يعني حضرتك استاذ فخري، انت من الاصوات والاقلام يلي كانت داعمه لسوريا، وقفت بوجه التضليل الاعلامي الكبير يلي تعرضت له سوريا خلال الحرب يلي مرت فيها. ما اهميه اليوم مشاركتك بها المهرجان لاثبات صوره الحق والنصر بسوريا؟ انا حضوري امبارح يعني بالمهرجان يعني بدعوة من اتحاد الصحفيين، ولهم شكر من رئيس الاتحاد لكل الأعضاء. ف
انا بالنسبه لي هذا يعني لازم، هذا واجب علينا احنا، لازم نبين الحقيقه. انا الحمد لله عندي تقريبا اكثر من 130 140 مقاله عن سوريا في صحيفه القبس الكويتيه، في 50 مقاله تقريبا. فالحمد لله انا منذ بدايه الازمه وانا قلبا وقالبا مع سوريا، لازم نكتب الحقائق، لازم نكتب ايش قاعد يحصل في سوريا. في ناس ما عم تعرف الحقيقه يعني. فالحمد لله احنا مكننا في اصدار كتابنا اللي هو عنوانه سوريا الرقم الصعب. نعم، هذا هو الكتاب. يعني خلينا نحكي شوي عن هذا الكتاب استاذ، وعن كيف كتبت الكتاب، شو حبيت. والله انا هي صراحه انا كنت مجمع مقالاتي، فنصحني صديقي الصحفي استاذ غسان يوسف، قال لي فخر ليش ما تجمعهم في كتاب، مشان يعني تكون مثل بالمكتبات، تكون للتاريخ يعني. يعني الحمد لله انا اي نعم. فانا جمعت كل المقالات، وهذا الكتاب تقريبا فيه 72 مقاله. طبعا في مقالات لسه ما، انا قاعد اسوي كتاب ثاني الحين، فناطرين موافقه وزاره الاعلام، بس ما اعتقد في مشكله يعني. فالحمد لله يعني ان قدرنا احنا تسمح لي استاذ ايرا الاهداء يلي كاتبه بال. تفضل. منذ ان عرفت سوريا عرفت ان للقمر وجهان، وان للشمس وجهتان، وان للعاشق نبضان، قمر لسماء سوريا، وشمس هي سوريا، ونبض قلبي في سوريا بلدي الثاني. الى ياسمين الشام رفيقة الدرب زوجتي الغالية رجاء الشغري. عيني والله لما ذكرت زوجتي يعني، الله يخليها ان شاء الله. زوجتي رجاء الشغري هي من الشام. طبعا انا محبتي للشام يعني قديمه جدا جدا يعني، من قبل انا الحين صار لي 36 سنه متزوج يعني الحمد لله. بس انا من الصغر من 10 سنين ومحبتي لسوريا يعني. وطبعا اللي هو صراحه اللي زرع فينا المحبه هذه، نوجه تحيه للفنان القدير دريد الحام. عشان احنا في الكويت كنا كلنا نشوف مسلسلات بالاسود والابيض، وصرنا نقلد اللهجه السوريه هذه، وزرع محبتي اكثر في زواجي من الاستاذه الكاتبه رجاء الشغري، هي كمان كاتبه بعد. يعني التحيه اكيد بنوجه لها التحيه. زياراتك متكرره على سوريا؟ اي نعم. انا دائما اقول زوجتي تعنبني ليش تروح تخليني؟ اقول انت يعني تحسدني زياراتي لسوريا، انا الحين كل شهر اسبوع. يعني ما اغيب شهر لازم ارجع مره ثانيه لسوريا، ارتاح نفسيا، اترك مشاغلي. يقول في ناس كثير يقول ايش ودك سوريا يعني، قلت ما انا ارتاح نفسيا. نعم. يعني اذا بدنا نرجع شويه للمهرجان، كان في مشاركه عربيه من عده بلدان، من العراق، لبنان، الصومال، مصر والسودان وعمان والمغرب والكويت وفلسطين وتونس. يعني برايك قديش هالمشاركه اليوم هي فتحت بوابه جسر تواصل بين الاعلاميين والصحفيين، لا يمكن تبادل الخبرات، وايضا لنقل صوره سوريا وانتصار سوريا لبلدانهم. يعني انا بالنسبه الحين الاعلاميين اللي حضروا يعني بتغيير في مواقف مصر الاخير الحمد لله يعني صار باتجاه سوريا الحمد لله نشكر. اما السودان يعني هذا كله مواقف من زمان مع سوريا. بس المشكله هي مو في، صح ان عندهم واجب الحين كبير، بس المشكله في الحكومات. طالما يعني صح ان في يكون عندنا احنا اعلاميين كلهم واقفين مواقف مع سوريا يعني قلبا وقالبا، بس طالما الحكومات ما تغير وجهات النظر يعني ما تغير اتجاه سوريا. نعم. ما اعتقد هذا يعني لا ممكن مؤثرات يعني. بس تماما الاعلام بياثر، والاعلاميين والكتاب الصحفيين يعني لهم دور ولهم يعني في منطقتنا احنا الدول العربيه يعني مسيطر القوى العظمى مع الاسف في اتخاذ يعني اي قرار سياسي. فصعب ان اي دوله تتخذ اي تغير سياستها الا لما يرضون الأنكل سام. نحن بدنا نشكر صوت الحق يلي حضرتك عم تدعي وأيضا تنشره ببلدك، صوت الحق الموجود بسوريا، وبنشكر مشاركتك يوم أمس ومبارك لك بالتكريم. شكرا كثير لك. الله يسلمكم. شكرا لك استاذ فخري هاشم السيد رجب صحفي كويتي، شكرا كثير لوجودك معنا. انا اوجه رساله لكل السوريين اللي خرجوا سوريا يرجعون لأرضهم محتاجة.